السلام عليكم. واش طبال واش انت غتصور اخطر المجرمين ولا شنو؟ اي قلنا نبدلوا الدخله شويه. ايوا تعطي للناس بالظهر ولا فاسيفون الله يرضي عليك، دير لينا شي حاجه فيها اللي نقدروا نزهاو ونديروا الحلقه مزيان. يا سيدي السلام عليكم اعزائي المشاهدين، عدنا من جديد ان شرحتم قلبي. وجوج دراهم ديال الشعر امتى غنبداو الشريف؟ انا راه قلت للمخرج خلي لي داك القريعه حتى تعرف تنغم شويه. مليسني يا عزوز صمت. والله سيدي لا فرحت استي الطبال حيت قالوا لي ما غاديش يرجع. على شويه ما كنتش غادي نجدد معاه العقد. علاش؟ كنت غنمشي نخدم في هذيك ناسيونال جيوغرافي. شنو غدير في ناسيونال جيوغرافي؟ غنبقى نشرب فرس النار، جوج كينات في النار. ياك؟ عدنا من جديد كنبت الارض من بعد الجليد. السي الطبال وزير العدل مؤخرا خرج بواحد المقترح اللي هو الغاء عقد الزواج في الفنادق. ماذا يعني هذا؟ وسيدي هذه راه مساله عاديه، والسيد غير هضر، انت غير اقترح. وبنادم الله يهديه لاصوص ميديا غير جيب يا فم وقول تيني هذا هي مقترح باش نوضحوا للراي العام شنو تيعني هذا الشيء. وضحها الطبال. دابا هذه القضيه هذه فهمتيني بحال انت وشي وحده فهمتيني لا تربطك بها اي صله قرابه. تتشد من يديها وتتمشي للوطيل ايوا تشد جوج ديال لي شومبر هي تكون في 36 وتقول لها هبطي عندي انا في 14 تتشدوا 14 ديريكت. ياك فهمتيني وتيقتص حتى شويه على الجيب ديالها حيت بقى في داك المغني ديال قال ليها انا وياك الزين شلا حكايات في البرتوج بغاو يعرفوا اش يدوروا هذوك الحكايات شنو. وانت شنو تتقول في هذا الشيء يا سي الطبال؟ الله يهديك احترم راسك يا شريف، انا راه بولادي يا سيدي، واش شفتيني واقف في الريسبسيو تنقول ليه عطيني السوارد الشومبر؟ فعلا الطبال دائما استغفر الله العظيم تفاجئنا بهاد التدخلات ديالو السريعه. وانت شي وصيه تقدر تقولها لولادك يعني مستقبلا فيما يخص لي زوطيل؟ انا غنقول ليه لولدي حيت عندي انا واحد ولدي كبير غنقول ليه الا مشيتي للوطيل عندك يشمتوك راه تشدي شومبر. وفي نفس السياق ونفس التيار الكهربائي الله يجعله يضربك واخي تنتحمس راه انت من السؤال الاول غدوز للسؤال الثاني واتمحش قبل السؤال الثاني. ها راه شي نغمات يا استاذ. ايوا تكايس على الطبله راه يلاه بدينا بها. شكرا. وحال يدور عليها العام هذي. بالنسبه للوزير العدل يعني ما عرفتش واش تيكون صايق ولا تيكون ناعس ولا ما تيكونش كاع ولا ما عرفت شنو تيخرج بواحد الاقتراحات من بينهم حاليا وهو شراء العقوبه السجنيه، ماذا يعني ذلك؟ ايوا هاد المساله سيدي راه حاجه مزيانه خصنا نشكروا عليها وزير العدل. كيفاش؟ السيد راه خدام الله يهديك وما تبقاش غير اشرح يا طبال. دابا سيدي العقوبه شراء العقوبه السجنيه ايوا حيت دابا قال لك سيدي كاين الاكتظاظ في الحباسات وداك المصاريف وهادي بغاو اي واحد دابا من هنا لقدام إلا دار شي مونتيف تتمشي تشري الحبس ديالك. باقا شوية ما مفهوماش. أنا نبسطها لك فهمتيني. دابا سيدي شي واحد خدام في شي إدارة ولا شي برلماني ولا شي كذا اختلس سيدي مليار ونص مثلا فهمتيني مليار إيه مثلا هو راه ما يقنعش بمليار ونص راه إلا ما كانتش خمسة د المليار راه ما ينوضش من الكرسي. دخل فاس قدر الله وما شاء ما شاء فعل حصل فهمتيني حصل اش غايدير؟ تيمشي تيقول لهم انا راه سرقت لكم مليار ونص وجيت بغيت نشري الحبس ديالي في هذا المده هذا. ايوا ولا عنده الزهر وتلاقى مع ديك البلاك فريدر ديال الاخر العام وحتى راه تقدر يطيح عليه ديك المليار ونص غير ب 100 مليون يعني كاع داك الشيء اللي غايشيط ليه يربح. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم شويه الاموال الطائله والاختلاسات الكبيره. بالنسبه لهذاك اللي ما عندوش كاع وتشد في الحبس اللي ما عندوش اسيدي لاش يقلب على المونتيف فهمتيني عندك غتاكل ما عندكش ما غتاكلش كريت بات شريت تاكل اسيدي واللي دار الذنب يستاهل العقوبه. هذا راه نابغه فهمتيني واش غير انتي اللي فوق الارض واش غير انتي اللي مرض حبيتك بزاف والقلب مرض
ملي تماك هاد الحمره. بارك الله عليك القريع. الله يبارك. هذا الشيء انا طلبت المدير يخليك لي. تنشكرك تنشكرك. السي طبال في نفس السياق وفي نفس الموضوع اللي كنا كنتناولوا قبيله. فما يروش في السوشيال ميديا وهذا خبر غير موثوق وانا ما عندي حتى علاقه به. حتى انا راه شوف راه ضد هذا الشيء اللي تيدور في السوشيال ميديا. بنادم ما يكون سلبي على الاخوان، حاولوا تكونوا ايجابيين شويه. الله يرضي عليك. السي طبال اكيد انك سمعتي على هذا الشيء ديال مدونات الاسره. وبأن المرأة غتدي وكذا ونانيني اكسيترا. ما تعليقك؟ أنا مع هذا الشيء. شنو؟ والمرأة سيدي ما جاتني ديك 20% قليلة في حقها، تدي 80% الصالير، تدي الدار، تدي الدراري وتدي لي حتى الورث. والراجل اش غيدي؟ غيدي ديك 20% اللي بقات لي من الصالير. واش غيدير بها هذا؟ غيشري الحشيش ويبقى يكمي حتى يتسطى. فهمتيني؟ بالحنين ما نسيناك، بالحبيب توحشناك. شكرا سي طبال. السلام عليكم. واشنو سي طبال، واش غتصور اخطر المجرمين ودوره كان الناس؟ واش تعبير طال؟ واش غير انتي؟ وانت تتقول طارق تتبدا ولا شنو مالك؟ واش تعمل؟ اكسيو خلي 5 سكوند نسيت. اي مخرج الله اخو، ولا استفدت منه بزاف ديال الحوايج انا خص به فيه. واش غير